الفؤاد. فريق ايش يلعبون؟ خلي يقصدوا لهم اصفار اليوم ما بالصفار. اين الامراض؟ واو راح اشتري بابسايد سريع و 50 زعقة يا عبر يا بدي لك سمك حتى من عدد. اوه اليوم بمبارا بين القبوري والساحلي اول ارقع الارقنتين والقبوري ان شاء الله ما يقوزها بينا ورزق البوها هذا يلا للصناع الثاني ما عليهم اشكو شنجيلة اول مبارا لانش تبدي يا ليلى الله معاك هدفوا فرد الأقواس هدف هدف أحاك يا سلام أوه مبارا حبتين بيض حبتين دوم حبتين بيض يا طافي على الدقائق من بعضها قول 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 هدف هدف هي متى اشتبه لما تبين خالتي هلا لا حاجش تجي تزعنه ولا لا والله سكروا بنا قوان تتشي بيت والله كنا حلاق انتهوا البيت قول 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 ما من الاقواتك اوه قول 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 منشب الحريق يا سلام لا شلوا الحليب وشلوا الطماطة أنا قاس في الرقميسي الله بقى ميسي ولا بقى دقاقة حيسي بدي لي سماش اشبك بشريع قمان تابع مباراة واو اسمع دي سماعة حياك أرقى مشاهدة المباراة في قلعة القاهرة مع الموت هذا الله والسقبور انزلوا في اللقاء اتبع على الانقرتي اليوم المباراة حق الانقرتي اوه سجل سجل اوه اثنين قوار الليل مشوار مشوار يا مطر قوم يجزعوني سيء معي مباراة بالاستراحة قول يا اخي اشتوفني اللي لا مباراة مش وقتها
هو الساعة على سارق. في مباراة اليوم. حرقنا مقاوع وسمح يا عمنا يا كباب واقول سكروا فنا. اوه كباب يا سارق واقول عقابي شوف الربط بناه.